حياكم الله مشاهدينا في برنامجكم المنوع والجميل برنامج 77 الذي يأتيكم دائما من الأحد الخميس محملا بمواضيعه الجميلة والمختلفة. مشاهدينا ما شاء الله دولة الإمارات العربية تحصد دائما المراكز الأولى في مؤشر التنافسية العالمية للعام الماضي، وما زالت الإمارة تحت المراكز الأولى حيث احتلت 73 مؤشرا، حيث افتتح كذلك اليوم مدير عام المجلس الوطني للإعلام منصور المنصوري وسفير الدولة في بكين الدكتور علي الظاهري والمدير التنفيذي لإكسبو دبي 2020 نجيب العلي جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2019 بكين، والذي يسلط الضوء مشاهدينا على جهود المغفور له الوالد القائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه في تنمية وتطوير القطاع الزراعي بالدولة، ويستمر لغاية 7 أكتوبر من 2019 تحت شعار عش حياة خضراء وعش حياة أفضل، كما يقوم جناح الإمارات مشاهدينا من خلال إكسبو بكين بتسليط الضوء على الجهود التي بذلها المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الوالد القائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه لدعم النمو السريع لقطاع الزراعة في الدولة، وإبراز كذلك الإنجازات الوطنية في القطاع والنهج الذي تتبناه الدولة لتخضير الصحراء وتطوير الزراعة بالاستفادة من التقنيات الحديثة. طبعا هذا بيكون محور استراتيجي في التنمية الشاملة وصناعة المستقبل. وقبل الافتتاح جذب الجناح الإماراتي عشرات مشاهدين من الزائرين ووسائل الإعلام الغربية لما يتميز به من تصميم بسيط يعكس الأرث الإماراتي المتميز، إذ تبلغ مساحة الجناح الإماراتي حوالي 1850 متر مربع، منها 80% حديقة و20% بناء من المساحة الكلية. كما يركز الجناح مشاهدينا على استراتيجية الإمارات الخضراء ومشروعها الوطني لتخضير الصحراء وإنجازاتها كذلك وابتكاراتها المتنوعة في المجال الزراعي، ويحتوي كذلك هذا الجناح جناح الإمارات في إكسبو 2019 بكين والذي يستمر حتى 7 من أكتوبر المقبل على 36 شجرة نخيل من حوالي 146 شجرة من 20 نوع مختلف و2500 نبتة فريدة من 10 أنواع مختلفة من 5924 نبتة من الخضار والأعشاب، وتمت زراعتها طبعا خلال 6 أشهر. الله يديم علينا الأمن والأمان والعز في دولتنا الحبيبة دولة الإمارات. طبعا اليوم معنا مواضيع جميلة ومتنوعة، بداية بنكون معك مع حملة تخليك حذر وورشة فن إلقاء ومواجهة الجمهور، وكذلك بيكون معنا أو بنسلط الضوء على بلدية مدينة أبوظبي التي تنفذ حملة توعوية لصالات الألعاب في أبوظبي، وكذلك بنسلط الضوء على مسابقة تحدي الرمضة في دورتها العاشرة في المسرح الإماراتي. مشاهدينا بداية بنتكلم اليوم أو بنسلط الضوء على الحملة من خلال شرطة أبوظبي التي توعي المشاهدين والحضور والمجتمع ككل بمكافحة الاحتيال الهاتفي والإلكتروني تحت شعار خلك حذر. طبعا مدة هذه الحملة مشاهدينا شهر كامل، ونتعرف أكثر عن التفاصيل معنا عبر الهاتف مباشرة النقيب محمد راشد العرياني مدير فرع الاحتيال بشرطة أبوظبي. مرحبا بك نقيب محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يحييك. الله يعطيك العافيه. في البدايه خلينا نتكلم عن هذه الحمله، حمله خلك حذر. بدايه قامت شرطه ابو ظبي لعامها الثاني باطلاق حمله خلك حذر بلغات مختلفه منها العربيه والانجليزيه والاردو والفلبينيه، وذلك في الهدف هو توعيه المجتمع. سبب اختيار هذه او هذا الموضوع بالذات؟ تم اختيار هذا الموضوع بعد دراسه شامله لخطرتي قد تؤثر على المجتمع ولم يحظى بالتوعية الكاملة، والتي هي الهدف الأساسي لهذا الحملة. نعم، في نسبة كبيرة نقيب محمد من الاحتيال الإلكتروني في دولة الإمارات. كما ذكرت سابقا أن الهدف هو التوعية. نعم. وهناك 5 محظورات. نعم. لأسباب هذه التوعية. نعم، الفئات المستهدفة من هذه الحملة، هل هناك مركزين على فئة معينة ولا على المجتمع ككل؟ ما في فئة معينة، التوعية للكل. نعم. صغير ولا كبير. نعم. أكيد في نصائح توجهونها للمشاهدين لتجنب مثل هذا الاحتيال الإلكتروني. في حالة وقوع أي شخص في فخ النصب الهاتفي أو رسائل أو وصلت رسالة وهمية أو تحديث بيانات عن طريق الهاتف، يتواصل مع خدمة أمان 800 على رقم 800 2626 أو يقدم بلاغ عن طريق
موقع شرطة أبوظبي. نعم، الله يعطيكم العافية على هذه الجهود. النقيب محمد راشد العرياني مدير فرع الاحتيال بشرطة أبوظبي، شكرا على هذه المداخلة الجميلة. مشكورين طال عمرك. الله يعطيك العافية. مشاهدينا مكملين معكم مواضيعنا، وموضوعنا اليوم عن الاستنساخ، وكانت أول حالة استنساخ في العالم هي النعجة دولي، وكانت طبعا هي أول حيوان ثدي يمكن استنساخه مشاهدينا من خلايا حيوانية أخرى بالغة، وتمت هذه العملية في معهد روزلين في جامعة أنبرا في اسكتلندا، وحاليا طبعا يحاولون الكثير من العلماء أو يسعون بهالموضوع بهدف حفظ السلالات أيضا، ويعتبر هذا أكيد إنجاز علمي. وتوصل العلماء مشاهدينا الى استنساخ اول ناقه في العالم في مركز اكثار الابل بدبي، وهي نتاج اكيد عمل 5 أعوام من العمل في الاخصاب الانبوبي وتقنيه نقل نواه الخليه الجسديه. ايش رايكم نتابع معاكم هذا التقرير لنتعرف اكثر عن هذا الاستنساخ؟ حياكم الله مشاهدينا، وإلى موضوع آخر، موضوع فن إلقاء ومواجهة الجمهور. طبعا ورشة فن ومواجهة الجمهور نظمتها جمعية النهضة النسائية بدبي، وهو مركز في يهتم بالفتيات أو يسلط الضوء على الفتيات أكثر. مزيد من التفاصيل عن ورشة فن إلقاء مواجهة الجمهور، ويانا في الاستديو الأستاذة مريم عمار مصبح مدرب معتمد. مرحبا بك، منورتي البرنامج. يا هلا وسهلا. طب موضوع جميل صراحة، البارحة كانت عندنا موضوع نتكلم فيه عن المقابلة الشخصية، واليوم فن إلقاء مواجهة الجمهور. أتوقع مواضيع متسلسلة. أتوقع في رعب فعلا في بعض الأشخاص يوم يقابلون الجمهور. طبعا تلعثم أو غيره، لأنهم هم واثقين من نفسهم. سبحان الله، في إحصائية في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. قالت أن صنفت أن فيه 10 مخاوف في العالم، أعلاها نسبة لهي مخاوف الخوف من مواجهة الجمهور. نعم. يعني تخيلي الإنسان يخاف من مواجهة الجمهور أكثر من خوفه من المرتفعات، من المياه العميقة، من الحشرات أو من بعض الحيوانات. شو أسباب تتوقعي؟ في أسباب كثيرة، دائما الإنسان يخاف أنه يكون الناس تتوجه له بالنظرات. نعم. يخاف من الغلط، يخاف من التردد، يخاف أن الناس تأخذ عنه فكرة. نعم. أو يخاف، أو تكون فيه أسباب ثانية. ممكن الواحد يكون أوريدي محبط، فيه إحباط، أو أنه يكون مثلا مضغوط
ضغط العمل كثير عليه أو التردد كذلك بالضبط يكون مثلا مضغوط في العمل أو مضغوط من ناحية النفسية فيشوف نفسه أنه ما يقدر على مواجهة الجمهور فأول ما يشوف الجمهور تصيبه حالة صدمة مش طبيعية ممكن طبعا فيها أعراض له يتعرق وينشف ريجه ويتلعثم ممكن توصل له أنه ممكن يغمى عليه هذا توقع للدرجة النهائية خلاص أكيد هي. الله يعطيك العافية طيب خلينا نتكلم أو تعطينا نبذة عن ورشة فن الإلقاء أو مقابلة أو مواجهة الجمهور طبعا الدورة هي طبعا من تنظيم مركز حور للفتيات بجمعية النهضة النسائية مركز حور للفتيات أطلق في عام 2019 مبادرة مجلس فتيات حور هذا المجلس هو عبارة عن مجموعة سلسلة من الفعاليات والدورات والورش التدريبية هدفها تعزيز الثقة بالنفس وتنمية الذات تشوف الفتاة نفسها ممكن أن تطلع فيها مهارة ممكن أن تكتشف فيها موهبة ما كد مثلا ما كد اكتشفتها من قبل بالإضافة إلى أنها تنمي قدرتها على الاختلاط مع الناس التكلم بأريحية أنها تكون يعني إنسانة موهوبة وبارعة ومتحدثة تقوي نقاط الضعف اللي عندها أكيد بالضبط وتثبت وجودها نقاط. وتثبت مهاراتها طيب هل هناك يعني مدة معينة أن يعني هذه الطالبة أو هذه المتدربة معاكم تستغرق وقت طويل ولا في منهم بسرعة يعني ورشة ورشتين ما شاء الله عليه تشوفينها فعلا طلعتوا البطل اللي فيها في ناس تكون مثلا بداية الدورة في مثلا فتيات أنا لاحظت فيهم مثلا بداية الدورة تكون جدا متلعثمة خجولة تشوفين طبعا في أعراض التوتر تكون مبينة عليها أنها مثلا تلعب بشيلتها 24 ساعة تلعب بالقلم تحاول أن تتفادى نظرات الناس لكن مع الألعاب التدريبية مع المهارات التطبيقية تشوفينها أنها اندمجت مع الناس خلاص حلو. وتشوف نفسها أن أوكي أنا أقدر أتكلم أنا ممكن أن تكتشف نفسها أن فيها تكون إعلامية تكون مذيعة تكون ممثلة بارعة تتصادف مع الجمهور بالضبط هي وهذا هذا اللي اكتشفته في بعض كيف تقدرون تقيسون هالمقياس يعني هل هناك مقياس معين تقيسين مدى تطور هذه المتدربة معاكم نقدر نقيسهم خلال المهارات في ألعاب تدريبية كل مدرب يستخدم أدوات تدريبية معينة يعني مثلا فيه البير ليرلينج اللي هي الثنائي تكون مثلا هي وزميلتها ممكن ان يتعلمون من بعض ممكن ان يندمجون مع بعض او الجروب ليرنينج اللي هي العمل الجماعي او من خلال نخلي وحده من الطالبات تكون ليدر تيم ليدر ممكن ان هي واختيار تيم ليدر يكون من المجموعه ولا هي بروحها ترشح نفسها لا طبعا المدرب هو اللي يختار ودائما اذا بغيت اختار شخص اختار الشخص الخجول المنطوي المندس عشان تكسرون طبعا اكيد الحاجز طيب الصدمه هي نص العلاج حلو هذا الصدمه بما تكلمت عن موضوع الصدمه فعلا صدمه تواجهين الشيء وفعلا تكسرين طيب دوركم انتم كمدربين في هذا المجال شو الثقافه اللي تنشرونها او غير الورش اللي تقدمونها في مهارات احنا نحاول ان نلقن الانسان مهارات نعطيه فنيات في مثلا استخدام الصوت فنيات طبقات في الصوت طبقات الصوت متى يكون الصوت خفيف متى يكون الصوت عالي متى تكون نبره حزينه متى تكون نبره يعني مفرحه على حسب طبعا المواقف وعلى حسب الكلام اللي بيقدمه الشخص نعطيهم فنون الوقفات متى يوقف الانسان وانا اتكلم متى اوقف متى اي متى اقدر اوقف متى اقدر اخذ ستوب متى اقدر اكمل بعدين هاي فنون لها للوقفات وفي فنون اخرى اللي هي اساليب كسر الحاجز النفسي حلو طبعا المقصود بالحاجز النفسي انه هو اي انسان في العالم اول 120 ثانيه يكون بالنسبه للناس مجهول الناس دائما يقول 10 دقائق بعد دائما يقولون احنا هالانسان مثلا مجهول ما انا ف هاي الثواني الأولى هي اللي تخلي الإنسان ينصدم يعني يشوف نظرات الناس له الكل يتريى شو بيقول شو بيقدم شو ممكن بيفيدنا شو بيعطينا من معلومات فهاي هي نقطة الخوف فهاي الكسر الحاجز النفسي الإنسان كيف نعطيهم أول أسلوب من الواحد يبدأ يتعلم كيف يستخدم أساليب كسر الحاجز النفسي يعني ممكن تكون أسلوب على المسرح مثلا طبعا كيف طبعا يبال التحضير في تحضير جيد قبل المحاضرة في بعد المحاضرة يعني كيف أن الواحد لما يكون مثلا البنت إذا مثلا بتقدم كبرزنتيشن أو كمشروع أو كموظفة بتقدم بروجكت معين في الدوام كيف لازم تحضر التحضير الجيد لازم تكون ملمة بالمكان
أهم شيء المكان تعيشين أنت المستقبل اللي هو اليوم الثاني اللي أنت بتقدمين فيه. تعالي قبله بيوم، تعالي قبل الحركة ما بين إذا كان عيشي شوفي الجو، تعودي على الجدران، تعودي على المكان، تعودي على الوجوه. صحيح. تخلي قبلها تعلمي على الناس. يعني دائما نقول المدرب يعني أول ما علمونا من فنون التدريب أول شيء تسوينه تدخلين تندمجين مع الأشخاص، لا تبينين إنك أنت مدربة، تكلمي معاهم شوفي هذا شخصيته وهذا شخصيته وهذا شخصيته، هذا يكسر الحاجز النفسي، يكسر الخوف، يكسر التردد. حتى تعرفين على الموقع بعد بروحه ويخلي الناس تختلط. يعني المخارج بعد أهم شيء، وأنت كمدرب يعني توصلين المخارج، لأنه لا قدر الله صار معك ظرف أنت في هاللحظة حتى تقدرين توجهين الأشخاص وين المخارج. بالضبط بالضبط هذا هو. ما شاء الله عليكم. في مجالات يعني تطبيقية تخلونهم من نقول الشيء العادي إلى التطبيق. بالضبط. الأشياء التطبيقية اللي إحنا نسوي لها إياهم، أنا دائما أحب في دوراتي أعطيهم جانب تمثيلي. حلو. جانب تمثيلي. تخليه جانب تمثيلي. كمص الدور نقول. بالضبط. أعطيهم جانب تمثيلي وأوزع الأدوار بحيث أن بعض الناس تمثل أنها جمهور. صح. جمهور شقي، جمهور يخرب على الناس. حلو. يدخل يفاجئهم، يخرب عليهم الكلام اللي بيقولونه. يعني عادي مثلا أنت تتكلمين وأدخل عليك مجموعة تعليق. خربوا عليها. خلوا عمركم تاكلون، خلوا عمركم تريقون، انا مشغوله، صوت عالي، دخلوا واحد من الاوفيس بوي، خربوا عليهم الجو، شوفوا كيف بيتعاملون معه. فنعودهم ان كيف يتجاهلون هذا كله، البيئه المحيطه كلها ويركزون. جميل. الفئه المستهدفه من هذه الورشه كانت الفتيات. طبعا الفئه المستهدفه الرئيسيه الفتيات من سن 13 سنه لحتى سن 18 سنه. نعم. لكن اللي فاجئني والجميل في الموضوع ان الحضور كان من الموظفات زائد من أولياء الأمور. حلو. وإن شاء الله بتكون فيه دورات جاية لأولياء الأمور للأمهات. كل شخص أصلاً مثلاً الحين معاك مثلاً طالبة تقولي لها مثلاً شو طموحك، شنو تحسينها ما تقدر تتكلم ليش؟ حتى لأن دور الأسرة أساساً معاها مهمش. الأسرة لو كان فيها مثلاً تشجع بنتها على الظهور، على الاندماج، على هالمواضيع، تشوفين البنت غير. لكن إذا الأسرة أساساً منطوية على نفسها فتستوي الطالبة أو هذه الابنة فعلاً هي عبارة عن ثقافة تنشرها يعني بين الأهل وبين الأقارب. يعني حتى أن المهارة الإلقاء مو بشرط تكونين في مدرسة، تكونين في جامعة، تكونين في وظيفة، تكونين حتى في مجلس العائلي اللي تشوفونه كل جمعة. صح. أو أن هي تترأسين اجتماع معين، بتفاتحين أهلك في موضوعات معينة، ركزتي على نقطة حلوة، كلمات افتتاحية، ركزت على نقطة حلوة اللي هي المجلس. طبعا هذا نفتقده يعني مو بالكثير، يعني بعض العوائل نقول بس. صحيح. مع ظروف الحياة والانشغال لو تشوفين أستاذة مريم قبل الناس وين يتعلمون؟ يتعلمون الصناعة وكل شيء في المجالس. أكيد. مو محتاجين لأي شيء، بس لكن الحين نقول ضغط العمل. أكيد. والأماكن البعيدة وكذي، فما شاء الله عليكم انتم ما تقصرون في دوركم في نشر مثل هذه الثقافات. طيب إقبال فتيات على مثل هالورش، خلينا نتكلم عن إقبال الطالبات أو الفتيات ككل. الإقبال مثل ما أقول لك يمكن في فترات معينة تكون أكثر في مواسم الإجازات. الإجازات. نعم. فعلشان شيء مجلس حور، مركز حور ومبادرته مجلس فتيات حور سواها لأول مرة كل سبت. نعم. بحيث إن ممكن الأم وممكن البنت إنها تحضر. حلو. وتشوف وتتدرب وتكون على فترات، يعني بتشتمل هاي المبادرات بتكتمل لين نهاية السنة. وإن شاء الله بنطلع بمؤتمر قوي إن شاء الله بحضور وجمهور حلو. حلو هالمجالس يعني أو المراكز التدريبية اللي فعلا تخلي البنت مع أمها في حوار، حتى ممكن يطرحون الموضوع والأم فعلا تناقشه والبنت كذلك تناقشه. هذا هو الهدف من المجلس، هذا هو الهدف. الهدف أنه نبغي الفتيات هم يقولون شو اللي يبونه، هم يعرفون الأهل، يعرفون. صح. أولياء الأمور ويعرفون المعلمين والمدر وال يعني أصحاب القرارات وأصحاب الرأي. بالضبط. يعرفونهم شو رسالتهم، شو اللي يبغونه، شو اللي يحسون فيه، شو مشاعرهم. في أشياء تكون مهمشة ممكن. صح. الناس ما حاطة بالها فيها، فهذا هو الهدف، التركيز على موضوعاتهم هم. الله يعطيك العافية. رسالتك للمشاهدين، للأمهات بالذات يعني. أبا أقول للناس إن لا تستحون. في ناس تقول دائما مثلا ورش العمل أو فن الإلقاء أو دورات المتحدث البارع أو دورات التدريب المدرب المعتمد. صحيح. ممكن
في بعض الناس يحسبونها انها تقتصر على عمر معين. أكيد. انا اقول لكم ان العلم ما يحتاج ما له داعي. لا لا يعني لا تقتصرين ان بتعلم علشان باكر اقدم بروجكت معين عشان مشروع التخرج مالي علشان في الدوام اترقى. لا لك انت لنفسك لشخصيتك لذاتك. انت يعني عايشه في هذه الحياه لازم تتعلمين في كل لحظه. اكيد اكيد من خلال التجارب اللي صادفتك. اكيد. الاستاذه مريم عمر مصبح مدرب معتمد، شكرا على تواجدك اليوم معنا برنامج 7 على 7. الله يعطيك العافيه حبيبتي. مشاهدينا اكيد مكملين معاكم مواضيعنا الجميله، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا. حياكم الله مشاهدينا والى العاصمه، حيث بلديه ابو ظبي تنفذ حمله توعويه لصالات الالعاب في ابو ظبي، وذلك لتعزيز الامن والسلامه. وبنتعرف ويا بعض اكثر عن حمله التوعويه التي نفذتها بلديه مدينه ابو ظبي لصالات الالعاب في ابو ظبي مع الاستاذ خميس سعيد السويدي، رئيس قسم رقابه الانشطه الصحيه في بلديه ابو ظبي. مرحبا بك استاذ خميس. يا مرحبا وسهلا، نورت البرنامج. وجودكم الله يعطيك العافيه. بدايه خلنا او لو تعطينا نبذه عن حمله التوعيه لصالات الالعاب في ابو ظبي. بدايه قامت اداره الصحه العامه في بلديه مدينه ابو ظبي بقيام بعدد من 51 زياره تفتيشيه خلال عام 2019 على جميع صالات الالعاب الموجوده داخل مراكز تجاريه والمولات في مدينه ابو ظبي. نعم. تستهدف تاكد من تطبيق الشراطات والمعايير الصحيه. نعم. داخل هذه الصالات. نعم. أهمية مثل هذه الحملات أستاذ خميس؟ أهمية هذه الحملات هي في حماية الأطفال من أي خطر أو التلوث قد تصيبهم في أثناء تواجدهم في هذه صالات الألعاب. نعم. أكيد بنتعرف معك على الاشتراطات الصحية التي قمتم بوضعها. بخصوص الاشتراطات الصحية، تنظيم كافة الألعاب للأطفال داخل صالات بشكل مستمر. نعم. الحفاظ على جميع الألعاب النظيفة خالية من أي أوساخ أو البقع. ألعاب الأطفال يجب أن تكون مطابقة للشروط والمعايير، خالية من التشققات الزوايا الحادة. نعم. التي يمكن تسبب فيها إصابات الأطفال. نعم. أستاذ خميس، دوركم أنتم في نشر الوعي، خلونا نتعرف على دوركم في نشر الوعي بين المستهلكين لمعرفة مثل هذه الاشتراطات الجديدة. من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمدينة بلدية أبو ظبي. نعم. من خلال توزيع البروشورات أثناء القيام بجولات تفتيشية روتينية والدورية على صالات الألعاب، ومن خلال تنظيم عديد من الورش التوعوية على المعنيين. نعم. الله يعطيك العافية الأستاذ خميس سعيد السويدي، رئيس قسم رقابة الأنشطة الصحية في بلدية أبو ظبي، شكرا على هذه المداخلة الجميلة. العفو، شكرا. الله يعطيك العافية يا رب. مشاهدينا بنتطرق لموضوع آخر، وهو موضوع قراءة أفكار البعض. طبعا شد انتباهي موضوع فقريت أن فريق من جامعة إيبورت استخدموا مادة كيماوية تقرأ الدماغ، وذلك بترجمة هذه الأفكار البشرية إلى لغة آلية عن طريق تحويل الإشارات الدماغية الأيونية إلى الإلكترونية. ايش رايكم تعرف أكثر عن هذه المعلومات عن طريق هذا الفيديو؟
حياكم الله مشاهدينا، وإلى موضوع آخر، إلى مسابقة تحدي الرمضة في دورتها العاشرة، وهي طبعا أول مرة تقام في إمارة رأس الخيمة في 4 مايو الجاري إن شاء الله. هذا حدث التراثي السنوي سيقام في إمارة رأس الخيمة بتنظيم النادي رحالة الإمارات، ونتعرف أكثر عن تفاصيل مثل هذه المسابقة تحدي الرمضة في دورتها العاشرة، ويضيفنا في الاستديو أستاذ محمد عبد الله المنصوري رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة تحدي الرمضة في إمارة رأس الخيمة. مرحبا بك أستاذ، نورت البرنامج. يا أهل أختي، مرحبتين، منور البرنامج بوجودكم، ومشكور تلفزيون، مشكور تلفزيون الفجيرة على اهتمامه بهذه الفعاليات والمسابقات. الله يعطيك العافية، هذا واجب علينا. في البداية بنتكلم أو بتسلط الضوء على أو تعطينا نبذة عن تحدي الرمضة. الحقيقة تحدي الرمضة انطلق في إمارة دبي. نعم. بالنادي رحالة الإمارات برئاسة سعادة عوض بن مجرن. نعم. فكان هو صاحب الفكرة، ف تشكل تقريبا 6 مرات في إمارة دبي، ثم انتقل إلى إمارة العين برعاية معالي الدكتور الشيخ سعيد بن طحنون. نعم. النهيان، ثم انتقل إلى أستراليا. جميل، يعني من محلي نقول نعم العالمي. إلى العالمي. نعم. لما شفنا أن في إقبال كبير رتبنا الموضوع مع نادي الإمارات رحالة الإمارات. نعم. على أساس أن ننقل لأول مرة في إمارة رأس خيمة. جميل. طيب مثل هذه المسابقات تحدي الرمضة، يعني الهدف منها، الهدف من إطلاق مثل هذه المسابقات؟ أولاً الهدف منها أن نكيف المجتمع الإماراتي أو الخيماوي أنه يتقبل مثل هالمسابقات الجميلة. مش لازم المعارض تكون أطعمة وأزياء. صحيح. لازم يكون في شيء جديد. ثاني شيء، المسابقة هذه صيفية، واكثر الفعاليات اي اكثر الفعاليات واكثر المبادرات تحصل في الشتاء. دائما تلاقين الفعاليات اللي في الصيف قليله جدا، فمثل هالفعاليه نقدر نحن نسويها على كذا مرحله في الصيف. صحيح. بس انا اتوقع اذا حطيتونها بين شيابنا وبين شبابنا بيشوفون شيابنا ما شاء الله عليهم براد عليهم. والله جتنا اتصالات بالناس فوق ال 65 سنه عمرهم، ما شاء الله تبارك الله، حابين انهم يشاركون في المسابقه، لان كانوا متعودين قبل ترى يمشون حفاي. طبعا. إذا شو كان التنافس يعني يوم جبتوا هالفئات المختلفة، منو كان الأكثر فعلا مبدعين؟ فعلا المشكلة شو الشيء بالموضوع الحلو أن هاي المسابقة تجذب المواطنين والمقيمين والأجانب. أنا شفت الأجانب في وايد، والأجانب بشكل كبير يعني وايد يحبون المغامرات هذه والمسابقات هذه. بس انتم وايد مسهلين عليهم، انا لاحظت يعني كذا فيديو شفته، يعني المسافه مو وايد بعيده، مثلا محطين لهم زوليه صغيره يخطفون عليها يروحون على طول هناك. ليش محددين المسافه وايد صغيره؟ لا هي 150 متر. انزين، يعني انا يمكن بالنسبه لي اقول لا شويه. مقسمه على محطات. نعم. بامكانك انت توقفين في المحطه هذه، بس غيرك ما بيوقف. نعم. راح يكمل. من جهه اخرى في سويره تكون في الرجل، محطوطة من شركة عندنا في دبي، تحسب الخطوات والسرعة. أوكي. يعني إذا فكرتي أنك تسرعين دايركتلي بتطلعين من المسابقة تركضين، أو الوقت مالك وقف مثلا، تميتي واقفة عند في الاستراحة وتأخر الوقت عن الوقت المطلوب. نعم. دايركتلي تطلعين. أوت. إيه، يعني لازم يكون مشي بشكل مستمر. كيف الخطوات؟ يعني في خطوات مشي عادي، في عدة خطوات معينة لك؟ لا، مش هرولة، مشي. أنا شفت إيه. في منهم مثلا ما شاء الله عليهم أجانب كبار في العمر، كنتوا تساعدونهم يعني، كانوا يساعدونهم إنه بس هم حابين هالشيء. البعض يهرول والبعض يركض والبعض ما يروم يكمل، يتم على الاستراحة الزوالي يتم قاعد. نعم. فهي الأفضل أنها تكون مشي مستمر، أساس أنه يتم العداد شغال عندك ويحسبونه بطريقة صحيحة وتاخذ مركز من المراكز الأولى. في يعني مثلا ما شاء الله عليكم انجزوا مراكز اولى، يعني في طبعا مش من البلاد، نقول من برا. لا لا، في شيء جديد. نعم، في وايد من المقيمين من الجاليات الاسيويه يفوزون. في حاله من التنافس بينهم؟ طبعا، بالعكس الاجواء كلها تنافسيه بين المشاركين وبين الحضور المحيطين بالمكان المسابقه. طيب هاي المساحه او تذكرت المساحه اللي ما بين 150 متر بين الاستراحه والاستراحه بحدود ال 10 او ال 15 متر. طيب اذا انا قطعت مساحه يعني مسافتين وريحت، هل اعتبر ضمن المتسابقين ولا؟ اذا ما حد جاوزك من الفريق اللي انت فيه. نعم. نحن ندخل كل مثلا كل 8 مع بعض. نعم. اذا انت وقفتي غيرك بيكمل، ما راح يوقف. نعم.
لكن إذا وقفتوا كلكم بعد فترة معينة من دخل ثمانية غيرهم على طول يعني. على طول ما بننتظر الثمانية. ما شيء يشفع لي يعني. إيه يعني تكون متتالية وراء بعض عشر مجموعات. نعم. اللي بيوقف في غير بيطوفونه فبيكسب الوقت أكثر وقت بسرعة عادية جدا وهي سرعة المشي. نعم. اختياركم للمكان كيف يتم؟ لازم ما يكون تكون الشمس عمودية عليه يعني ولا لا المكان المفتوح يكون من الرملة الحمراء مثلا هي أفضل أنواع الرمل يكون مكان كافي مثلا للحضور للسيارات نعم. أساس ما يشكل زحمة في الإمارة نعم في مكان طبعا ايه في مكان تجهيزي كامل خلينا نتكلم عن هالمكان كيف تجهزونه من امن والسلامه بعد اكيد لانه في اشخاص اكيد يتعرضون للعياق حاليا الموقع يعني مسافه بسيطه بس بعد ده حاليا شغالين في دائره الخدمات العامه الاشغال يرتبون الامور يرتبون الباركنات نعم. وقت المسابقه شرطه راس خيمه تتكفل الموضوع تنظم السير وترتب الامور كامله يعني في سيفتي انها تكون قريبه مثلا من الشارع قريبه مثلا من المستشفيات او غيره اي ما في اي مشكله ما في اي مشكله من الموضوع هذا لانه اريد الدوريات هي اللي تنظم السير في شيء حفوز فيهم هذول المتنافسين يكون عندكم متحفزين يعني ان تشوفهم يعني فعلا يبون ولا انكم تقولون جربوا من باب التجربه فئات متعدده من المجتمع متصلين يعني احنا الحين اعلنا من تقريبا 3 أو 4 أيام نعم. عن المسابقه لكن يعني شريحة كبيرة من الفئات تصلوا لنا حتى الأطفال يبغوا يشاركون ما شاء الله مش من باب الفوز لا من باب انه التجربة والأجواء والمنافسة الأجواء اللي ايه الأجواء ان شاء الله بتكون جميلة جدا اكيد في رسالة استاذ محمد من خلال هذه المسابقات التراثية تبغى توصلونها للآخرين نحن بيني وبينك كلفنا المستشفى الأوروبي العربي بدراسة بعض الحالات من المشاركين في الدورات السابقة نعم. فاكتشفوا أنه في يعني أشياء إيجابية تحصل للمتسابقين أولها تفريغ الشحنات السلبية صحيح. ثاني شيء تنظيم نسبة السكر في الدم ثالث شيء تخفيف نسبة الكوليسترول رابع شيء بعد نفس الشيء التخلص من السموم الزائدة في الجسم الأخير والمضحك أنه لما يرجع البيت طبعاً يرقد لو يدقون عليه الباب لين باكر الصبح ما بينش بس لازم تكون في استمرارية صح؟ إذا أنا شخص مثلاً أبغى أتخلص من هالأمور كلها لازم يكون كعلاج استمرارية في الموضوع مش إنه يوم واحد هي أول التجربة إذا هم شافوا أن استفادوا منها واستمتعوا أتوقع أنه حتى بيجربونها وروحهم يعني فأماكن روحهم يعني أوقف موتري وأنزل أنا أتوقع أن في ناس للحين ما مشوا على الرمل في ناس ما يمشون يعني محصينة. ايه ما حسوا بهالشعور لا فعلا هذا شعور جميل اكيد قلت طبعا فئات عمريه مختلفه بس انا بقى اشوف الاجواء التنافسيه اكثر بين من والله دائما العنصر النسائي والعنصر الرجالي بينهم تنافس فظيع يعني اكثر المتسابقين يقولوا ها اقول لهم فيكم شده تفوزون طبعا فينا شده لا تحاتي خلاص اقول لهم التسجيل والحضور في نفس المكان في شروط ما في شروط أهم شيء عندنا سلامة المشاركين وتجنبا لضربات الشمس لازم يكون لابس كاب أو غترة أساس إنه يطلع الجميع من المسابقة سليم بلا أضرار إيش اسم جوائزكم تحفيزية في جوائز بإذن الله للمراكز الأولى في جوائز أخرى عينية للفائزين اللي بعد الثلاثة زي مثلاً ما بخلال هذه المسابقات ما في مثلاً ورش أو جلسات تجلسون فيها شيابنا الأولين قاعدين يسولفون يتكلمون عن الفوائد يتكلمون عن الماضي فعلاً كيف هم كانوا أساساً يخاطفون على هالرملة عادي على هالرملة هو المفروض يكون كذا فنحن أصلاً قبل لا يبتدي السباق بيكون في تسجيل بعد التسجيل بيعرض على اللجنة الطبية المشارك بعد اللجنة الطبية بيقعدون ومنعطيهم محاضرة نعم. لمدة دقائق معينة نعطيهم يعني بعض شروط المسابقات وبعض الفوائد اللي راح يحصلونها من المسابقة نعم وصلتوا ما شاء الله للدورة العاشرة العاشرة نعم شو نقول الفرق ما بين دورات السابقة والحين أو شو التميز في هالدورة لا الأول شيء الإقبال زاد الدورة الأولى كان الدورات السابقة كان عدد المواطنين
قليل جدا يمكن نعم. ما عندهم جرأة أنهم يخوضون مثل المنافسات غريبة يعني مع أننا نحن في البلاد وموجود جدا فعلا يعني. فالأجانب يحبون المنافسات دائما لكن الحين بالدورات هذه السابقة وهذه أشوف أن إقبال كبير أكثر من المواطنين نعم الله يعطيكم العافية رسالة بتوصلها للمشاهد للجمهور تدعمهم. والله أتمنى الجميع ويدعم هالفعاليات والمسابقات اللي تخلق روح المنافسة والتعارف والأجواء بتكون جميلة وغير أن في خيمة مكيفة حتى اللي عنده أطفال أو عنده شيء الخيمة موجودة ورش عمل نعم كل شيء موجود بيستمتعون في الأجواء إن شاء الله الله يعطيك العافية يا رب الأستاذ محمد عبد الله المنصور رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة التحدي الرمضي في إمارة رأس الخيمة شكرا على تواجدك اليوم معنا ببرنامج سبع العفو أختي الله يعطيك العافية مشاهدين أكيد مكملين معكم مواضيعنا المتنوعة والجميلة لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا حياكم الله مشاهدينا مشاهدين المسرح الإماراتي تاريخ حافل بالعديد من الإنجازات ودعم دولة الإمارات ما شاء الله وقيادتنا الرشيدة للمسرح بشكل عام واضح للجميع والمزيد من التفاصيل مشاهدينا اسمحونا بأن نرحب بضيفنا في الاستديو الممثل المسرحي مرسال إسماعيل الشامسي مرسال مرحبا بك نورت البرنامج مرحبتين النور نورت منور بوجودكم الله يعطيك العافية مرسال خلينا نتكلم عن المسرح الإماراتي اليوم وأمس كيف كان أمس كيف أصبح؟ كيف أصبح المسرح الإماراتي؟ الحمد لله على كل سنة في المهرجانات نشوف تطور بزيادة نعم. في الأعمال وتطور من ناحية أن يدخلون ممثلين جداد وينجزون وتكون لهم أسامي كبيرة والحمد لله يعني المهرجانات الحمد لله في الشارجة مو مقصرة عندنا نعم. وفي مهرجانات متعددة يعني الواحد يقدر أن يطلع بها بشيء حلو نعم. إذا تكلمنا عن هذه المهرجانات ومدى دعمها طبعا للمسرح الإماراتي شو تشوفه؟ من ناحية الدعم البرامج دعم المسرحيات دعمها كبير لأن تطلع على ناس مواهب شابة جميل. تطلع ناس عندها مواهب يعني مدفونة بس الناس ما تعرف عنها ولا كيف تدخل للمجال المسرح هذا مسرح والتمثيل بس في يعني في نقاط إن لازم المسرح يركز عليها في مثل يعني في الممثل انه لازم يكون يعطيه مثلا ورش دورات انه عسبت يتقوى يعني ايوه يتقوى عند التمثيل نعم طبعا نشوف اليوم دوله الامارات مو مهتمه بس بالمسرح في الخارج المسرح المدرسي في اهتمام كبير اتوقع او لاستخراج المواهب الموجوده من طلبه وطالبات في مدارسنا صح لان الواحد يتأسس ويكتشف يكتشف موهبته من المسرح المدرسي صحيح. يعني أنا أول بداياتي كانت المسرح المدرسي حلو. في عام 2011 أول مسرحية كانت لي بمسرحية يدا بيد وتقريبا مثلت 5 أعمال في المسرح المدرسي بس إنه كل على مب على سنوات متواصلة لا. بس إنه أقطع سنة أوقف سنة يعني كانت بدايتي إنه بس أبى أطلع من الحصة هذه البداية بس كان ما كنت حاس أن في شغف أنت في خاطرك أو في شيء في داخلك من أول سنة لا سوري بس من أول سنة لا ما كان لي شغف من بعدها عقب ما ياني الأستاذ إبراهيم سالم وكلمني قال لي ما شاء الله أنت عندك موهبة نعم. قلت له ما أشوف نفسي في التمثيل قال لي لا بس كنت بتشرد من الحصة وخلاص بس هذا بس كان بس على الأقل طلعت بشيء حلو هي ومن بعدها السنة اللي بعدها قالوا لي تعال نبغيك يعني خدت من أول مسرحية جائزة أفضل ممثل ما شاء الله على مستوى الإمارات حلو وبعدها قالوا لنا نبغي الممثل نفسه قالوا نبغي الممثل نفسه اللي مثل بمسرحية يدا بيد حلو. واستمريت على هذا الحمد لله مرسال ومشاهدينا بنشوف لك فيديو وبنرجع نكمل معك الحوار إن شاء الله الفير وين ما يكون تعبان ليش هو وين كان والله ما تعرف وين كان أنا بعد ما أعرف وين كان بس لولدك أحمد شايف خير وأنا من حقي أشوف حالك الحب مو كل شيء نفس ما قلتي بس حتى البيزات مو كل شيء أنا أمشي وياك يا علي أمشي ويا ريال على الأقل كان تكلمت كان سويت أي شيء لو هي ذبيحة ما عشتك وبنتي عليا ما راح تحصل أحسن عن علي إذا على عليا تراها خلاص علي خطبها اليوم تروم الدقلة وتبارك له عليا بتكون لي غصبا عن اللي يرضى واللي ما يرضى لا تقعد تصارخ لا تشوف شيء عمرك ما شفته بتندم
صدقني بتندم. بس خلينا نتكلم عن دورك هنا. دوري في فيلم علي وعليا انعرض الفيلم من شهر 2. دوري كان ولد الفريج اللي هو يحاول يسوي مشكلة بين علي وعليا اللي هم بينهم علاقة. فحاولت أن أسوي المشكلة اللي ما وصلت للإدمان. كنا نحن ثلاث ممثلين من غيري. مزعجة هالشخصية. وايد مزعجة. بس حبيت الشخصية لأن أحس أن أقدر أتقنها. نعم. يعني تحسيت انك انت فعلا في شخصيات نقول سوداويه اللي بس الجمهور حبك؟ الجمهور حبني والله يسامحه خليفه البحر يعني لانه في الفيلم انضربت فشو يصير؟ انه هذو المضروب وهذو اللي انضرب في الفيلم تعورت خلاص تلزق على الستوري او قصدي الشكل خلاص يتم منطبع عليك صح. طيب انت من خلال يعني المسرحيات اللي تقدمها كذي هل الدور يتم معاك متقمص مده طويله ولا انك خلاص يعني بعد ما تنتهي من هذه المسرحيه الدور ينتهي تبدا حياتك طبيعيه؟ الدور ينتهي لكن اتذكر العمل يعني ما اشتغل العمل الا لان انا متشبع من الشخصيه او بدخلها خلاص اكون عارف الشخصيه بس انه اذا طلعت منها خلاص ان اتذكر ان حلوه المسرحيه اللي كانت كذي. جميل. المسرحيات اللي تشاركت فيها المسرحيات اللي انا شاركت فيها قلت لك يدا بيد الصندوق علي جناح وتابعه قفه ومسرحيه قضيه ظل الحمار كانت المهرجان مسرحيات الشارجه القصيره ومسرحيه اكوانيا للطفل سن للطفل اكيد كل مسرحيه لها رساله معينه صح؟ ايه بس الاول مسرحيه اكثر وحده شدتك وحسيت نفسك انت فعلا مرسال انا او انا هاي المسرحيه اللي فعلا طلعت شخصيتي او وصلت الرساله اللي عندي. يدا بيد كانت تتكلم عن الايدي العامله اللي تتم من برا ومعامله اهل البيت للناس هذه. فكنت انا ماخذ شخصيه الشخص الشيب الكبير في السن فانا عمي فيستغلوني هم الايدي العامله يجون يسرقوني ياخذون من عندي اشياء وكذي فيكون انه شو ابين ان انا يعني مكسور وايد مكسور من الناس اللي ليش عليك يعني. هي ينقص علي فعقب تستوي سالفه انه تجي الشرطه وتحاول انه تهدي هالمواضيع والامور بين الايدي العامله واهل البيت يعني. نعم. صعوبات اكيد في كل عمل في كل مكان الشخص يواجه صعوبات. مرسال الصعوبات اللي واجهتها وكيف تحديتها؟ صعوبات المسرح ولا المسرح؟ صعوبات المسرح والله ما واجهت وايد صعوبه ما شاء الله عليك. هي والله ما واجهت يعني وايد صعوبه يعني من خلال اي شيء يعني ما واجهت ولا مشكله؟ مشكله لا الحمد لله. تبلل علي تبين مشاكل؟ لا الحمد لله ما واجهت مشاكل. زين يعني اي قصه او اي محتوى يقدم لك تشوفه عادي كإنتاج ككل شيء عادي؟ أنا أشوفه يعني عادي. ما في أي مشاكل. أنا أشوفه مشكلة شيء كذي لا مو بمشكلة بس بالنسبة لي أنا زين إن أقرأ الشخصية عدل إذا كانت شخصية مكررة ما أشتغلها يعني أنا عادي عندي أو تغير لازم تتغير يعني أول تكون شخصية غير عن اللي مثلتها قبل يعني أحاول أراوي الناس أن ترى أنا عندي أقدر أعطيكم أكثر مما أعطيتكم قبل. فيعني الاغلب المسرحيات اللي تي يقولوا لك ترى انت سويت الشخصيه الفلانيه تعال سوي نفس الشخصيه. ترى هذا اللي انا اقصده الصعوبات ان اي شخص في المسرح او في غيره يواجه صعوبات. فهل هناك انت واجهتك صعوبه مثلا الناس خلاص عرفوك انت في كاركتر معين وانت تبغى تطلع من هذا انا بشخص بكون شخصيه ثانيه. صح. فهذه تسمينها صعوبه انا ما اسميها صعوبه لان بس تحدي. ايه بس الناس يعني تحب التكرار. إنه خلاص يخافون إنه يقولوا لك تعال اشتغل على شخصية ثانية فيشوفونك على أول شخصية خلاص هذه راكبة عليه شخصية هاتوا كل مرة. كيف تواجه التحديات؟ أرفض العمل. لا كيف تواجه التحديات ككل؟ أنا حبيت شخصيتك قلت لي أنا ما عندي مشاكل ما عندي صعوبات فما شاء الله عليك أكيد عندك يعني سياسة تمشي عليها. كيف تواجه التحديات في أي عقبة تواجهها؟ أي عقبة طبعا أسأل أقدم عني ها من البداية يعني أسأل اللي أقدم عني وأشوف الموضوع إذا أيدوني إن مثلاً هذه المشكلة لا خلك بعيد عن هذا الشغل ولا لا تشتغل هذا ولا اشتغل هذا بس خلك حذر فأواجهها من أسأل الناس اللي لهم خبرة أقدم عني في المجال. الإنجازات اللي حصلت عليها؟ إنجازات أفضل ممثل دور أول
في المدرسي وحصلت على أفضل ممثل صاعد على مستوى الإمارات وأفضل ممثل دور أول على مستوى الإمارات، وهاي الثلاثة للحين. وين بتوصل يعني؟ وين محطي ببالك؟ أو وين؟ أكيد لكل شخص ناجح في الحياة يكون عنده هدف يحققه، فهدف مرسال أو طموح مرسال وين بيوصل؟ إن شاء الله إن أوصل يعني أمثل الدولة برا. نعم. أمثل الدولة برا في مهرجانات، أمثل إن شاء الله. الله يعطيك العافية مرسال إسماعيل الشامسي، ممثل مسرحي، شكرا على تواجدك اليوم معنا برنامج 7 على 7. العفو، ما قصرتي، شكرا على الاستضافة وما قصرتوا، ويعطيكم العافية. الله يعافيك. مشاهدينا وصلنا للختام، أتمنى إن شاء الله مواضيعنا نالت إعجابكم، نشوفكم باكر إن شاء الله بنفس التوقيت، مع السلامة.